بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه قبل رب العالمين سبحانه وتعالى نزينا الزيون سيين ذي الجمعة. على كل حال بغي غد على يوم السريد مزي ذكيا غف يونس تقسيم إوا كنا نسقردش غف الفهامة غن الدينا مكارثي لي روح هكشمغا يوث لا فارماسيان إوا كنا داوي غدوا على كل حال. ومن بعد تفكايد يونس تقسيم غير تيش غبن الميت كان ما إلا الصوت يلها تفكايد يونس تقسيم غير تيش غبن بس تقسي يعني سوزالي على كل حال. بصح ذا استقسي غادي تورين ذاك نطاس يعني يمذانا وفي منارة الدين اكن يلا قد يتوفهم اكن يلا قد يلي على كل حال لا تيلي الفهمة. ثنايد الشيخ ثنايد اس الجمعة كنت ولات لانت كالا لي فارماسي خدمنت ولازم يعني ما كان المداومة رخد من على كل حال. ما إلا يجوز أن الزنز الدواء قل وقتي للجمعة الوقت للجمعة دنيني قار الوحدة رمذ الوحدة ونص نغس قار 12 ونص رمذ الوحدة ونص أدنيني المدة من الساعة وش حال فعلا يعني يتسكر المحلات انساني يخضرني يحبس نقبري ذاكين وكزنو زغارة ولو كان يعدى ديوان ان كيوس كاكايا ذي ديوان دم سفر ذي حبس غار غورس اسين فكيد شوية مثلا للجون شوية ومان ناكرة ومن بعد اسين اجمع ويد الوقت صلاة الجمعة وكزنو زغارة وريجو زارة اذ الزنزخ فطرايا هافت طراي وندي وانا شحال دابري ذاك يعني اني ذاك الوقت الجمعه اني يحوج الحاجه فعلا وانت ماشي غد العبد لان يعني يتعادي الدين غد العبد يدفغ ضد الدين ناكره ولكن يحوج الحاجه اني اكني يحوج يون مثلا الدواء غاتسيدي ياغ الوقت اني غرو فارماسيان مثلا يعني ف اخطرو فطرايا شحال دبري لانه العبد النيا اغديني سمحتي وزمير غير ونزنزا خاطر اريد وزارة ربي سبحانه وتعالى البيع والشراء قل وقت النيا صلاة الجمعة فلازم نسقر ذا الشتم سلتيش يطو حكايا يوكن ان نفهم يعني الدين النخ وقلت يعني يثمث نصح رب العالمين سبحانه وتعالى يناد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصرفوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. على كل حال والدوارة العبادة تشون العبادة والدوارة العبادة ذهملن الشعيرة يثم قرانت يقلان صلاة الجمعة وشو تنجمع ينسل من ذا الكونغري ذا المؤتمر ضم قران كل الدورث أن إذا تنجمع عنين سلمان الصلوات الخمس ربما توشغلان ولكن أد نجمع عنين كان أسنين الجمعة أسنين الجمعة يوكنا تزال صلاة الجمعة يوكنا تيرن الإيمان يوكنا تسلن الموعظة يوكنا تسلن الخطبة يوكنا تسلن الإرشادات وذي زيد داغن الإيمان نسن ثيّن ونلاران ضدّيس على كل حال وتسيد المقصود
وأسمار ثيلي صلاة الجمعة لا المعنين الشعيرة ينتظليث أثن يحرزي رب العالمين المجتمع ينسلمن كثمتين ينسلمن لازم أن حافظ في الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشعائر لازم بالدن لازم أدن ورين الشعائر سواء صلاة العيد صلاة الجمعة الزكاة مرة أتنفك مثلا مثلاً ذي الحج ذي العمرة يعني أتصن الشعائر وشو نرد نوري باللي نكني غادي نسلمنين لا ود نسمحتي ذا غن لبعضنا خطر المجتمع يتربد الأفراد ما إلا ولا الشعائريين غادي هملا الغاشية والدين وثي تعيش على يون إيمانيس وثي تعيش على يعني الفردية يعني شاكان بور سوا وإنما ربي سبحانه وتعالى قرح واركعوا مع الراكعين مثلا وكونوا من الساجدين أكي قرب العالمين سبحانه وتعالى وكونوا مع الصادقين أكي قرب العالمين سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة أكي قرب العالمين سبحانه وتعالى يعني أطاس يعني لا يث أن إذا رب العالمين عز وجل يتخطب غد استجمع 99 بلدان بعدد أسماء الله الحسنى إدي غران رب العالمين سبحانه وتعالى يتربع في المؤمنين يا أيها الذين آمنوا بالقرآن العظيم 99 بلدان يا أيها الذين آمنوا ومن بعد غدي من رب العالمين دشر نخدم ربي الند وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني باش أن وطار التقوى لازم نعاون لازم نعيش الشعائري الواحد لازم أن دكل وكنا نعاون المساعدي وكنا نعيش الإسلامي الواحد الواحد ماشي كل يوم يعيش إيمانيس ولكن هل يا ترى صلاة الجمعة تسحب يعني الحياة أتسحب يعني الدنيث أتسحب المصالح العامة أبدا هل يا ترى يجوز أن الأمة تنصرف غير صلاة العيد نغى صلاة الجمعة نغى وزرغار شعيرة من الشعائر وتجأ تعس الحدود مثلا وتعسغ في الأمن العام هل يا ترى يجوز مرة الجنود كلا رحنا تظلن يعني تظلثن الجمعة وذ الجن يون الواجبي لن ضم قران اكثر ربما من الاجر من الشعيره يعني غادي يخدم يون اتيدي بيان على كل حال ولكن ربما الوقت اللي غتضاع الامه والله وش في غير ندي قراغ شتي وش في غير وش في غير ندي قراغ فمسلتي ولكن قراغت وش في في اللسك قراغت ذاكني فرنسا متدونة تكشم يعني الجنود في فرنسا متدونة تكشمني سيدي فرج سيدي موات جوان كيان الحصون وقبل ذي ليل السنك جوين كنين قار كان باللي فرنسا استعمر الجزائر يعني قل السنك جوين خاطي السنك جوين امير نين داي حسين حسين دايايا داي حسين امير نين يوقع يعني الاستسلام يوقع باللي ذاك فرنسا تطف يعني الجزائر الجزائر مزغنا الجزائر العاصمة للوقت الإيالة العاصمة ولكن قل مواد جوا يدخشمن روميا يدخشمن يعني قل جهة البحر ثمان البحر الجهة النية نسيدي فرج ومن بعد يقوى الطراد قوة المعارك على كل حال من سنغان إلى آخره أرمي ذي السنك جوية باش يثلالا كابيتولاسيون يعني الاستسلام ندي حسين الوحيد الجزائريين يقلان على كل حال ذي ذس أين قراغ كي غايث مثلا إقارد ذكا إروميا خثارند أسن العيد أم قران إلا ذس صادف يعني 1830 أكاوش في غرامة إلا الجوال الترازي 14 جوان والله مش في غنتا لدت أن إذا يعني اختار عند أسن العيد يوكلني غد هجمن سبحان الله العظيم
خاطري واشو يزمر الحال الى وان اني نثغفل الامه كل يوم يروح هذه عيذ كل يوم يروح هذه تهون الوحيد العيد اني الوحيد الهليس كلش وتضاع الامه ولاش ورا اي عسن في اللاس ولاش ورا ريلين بالحارس في اللاس الجهه ثمان سيدي فرج في الجهه البحر قرانا سنا ود اردو سند ادهج من لم ذين لي رابور ولين سيا قرناك طاسي لان يعني ضد الخوانا طاسي لان لي زيسبيون طاسي لان بلس سخدم من خيرا تجار كاين سخدم من خيرا تجار وذاين دغني اريلين وين سنيك لي رابوري روميين يوكن الدرس العقليه الجزائريه يعني باش اتختار فرنسا الوقت اني الاوان اني اتختار يبقى جميع يعني اف 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 ثمور النغ يوكنا تنجح يوكنا ذي ينجح الهجوم اللي سبحان الله العظيم. فاذا المفهومه هي مقراني الديوي غنفهم الدين النغ لكن الواجبات لازم هذه لين تمساوان تنغ نرتبي ترتيب الاولويات الواجبات دا شيء لان الواجب اولى انه اذرول وخدام قل خذ ماينس الوقت اللي غن الجمعة هذه روح هذه الزال الجمعة وذيج يعني الواجب اني إلا يتوخلص في اللاس إلا مثلا يخدم يلوزين يخدم ذا عساس يخدم وزير غير هذا بوليسية ناغ ذا عساس ذا جندي في الحدود ناغ في الأمن العام ناغ الطبيب رايلين نورمالمون ذا فرمريا غريلين سبيطار لا ربما ذي طرو طاري وسعني مطارا غيوق يون لا ربما اتتويغ في الناس الحالة غني غادي تجل البلوك اوبيراتوار طبيب ذو فرمريد كذا يوكن هذا الزلن افضل مثلا الجمعة ان والفهم من الدين راه نفهم يعني غايث مثلا يقول من يوكلني الاسلاميين سنعيش ذا الحل وسنت عيشه هذا الاشكال ماشي انت سارة غادي يخدم نوغور بل الاسلام يتساوي انا قال ثفاث انا قال انا قال الخير انا قال ثلويث انا قال الراحه انا قال لهنا السعاده يعني يبغي غاد قصده فهم ما يتمثل فثمسلتي انه رب العالمين سبحانه وتعالى الندوة ذار البيع يعني غادي يغلب في الامه انه ظروح ثويت زيسن لا ماجوريتي اضروح انا الدين شعيرة الجمعة ولكن انشتا وري من يعارى يوكن اذيلين جنود الخفاء اريلين يسنث تكمل الدنيا اريلين مثلا فارماسيا الدين في الوقت الجمعة خطر تعليم طاري وقق حواجي ون الدواء اذيلين اني بي سي سين ثلاثة يسم دينتي الدين لانه ادعى الدي ونيالو كان اذي بغو ما وزري غير اذي بغو ثقي ثوامان مثلا يعني ف اذي يدين وين يتعسن في الامن يتعسن في الامن وين يخدم المطار يخدم المطار يتعسن في الامن وين رد السطر لافيون وتتوخر راه في الوقت خاطر يروح هذه الظل مثلا الجمعه وهكذا يعني فالحقوق للامه اذي الدون والحقوق للفرد رايلين وليس على الخدمة غيمرني أشموري اللي فعلا ونتفرض في الناس يعني الجمعة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة فرض في الناس واني لنصح ذي المؤمن فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو امرأة أو مملوكا مملوكا ونعل في اللاس سطر مملوكا أي أمطن وصفري ضرف في اللاس الجمعة أمسافر وصفري ضرف في اللاس الجمعة يعني هذه الدول المصالح الناس هذه الحو أثن قفريدي وشري أريش قومي مانيس هذه روح يعني هذه حبس لوان النيل الجمعة وكان هذه الظل الجمعة وتفر رب العالمين سبحانه وتعالى في اللس أو مسافرا أو صبيا العبد مزيان ما زالوا روي طرسين البلوغ أو امرأة تمطوط لي فريضة في الناس صلاة الجمعة ما تروح ما عليش شموري اللي ولكن فريضة في الناس صلاة الجمعة
خاصة أنه ميكش مع لا فارماسي غيث وقت زيسنت وثقو فيها ثنت تولاوين يعني. أصلا تمطوط فريضة في الأسر بالعالمين صلاة الجمعة يا إزمار حالك ثيني غلوان نيقشار الزنزر ربي الندوة ذارو البيع ما لا ينال الدكش من الكنيز ما لا يليغ الحرام إلى آخره الفايدة النار الدور قدواني. لكن مقل أشحال راه تصرح الأمة لو كان هذه اللي غاموطين وفار الدواني قل وقت النيا أي دواء ويتقرر ويد الدواء إلا الضرورة ويد الدواء إلا نسمى فاكولتاتيف كان كذا زيادة أمر ثانوي لا، وإنما وتعليم طارئ قالت 19 ونص ذا الوحدة ونص بلاك دياس يوني وحواش فعلا وزير غير كذا لا دوز الانسولين سينو تروح تروح في اسم مثلا وزير لا دوز الادرينالين باش السكين يون مثلا يروح يفش الول يصرح تروح يعني. ف ان فهم الدين نغ سمسالي نغاون وامرأة نغ مملوك المملوكين لوان النبي صلى الله عليه وسلم زمان النير إلا ومن قال أخليا العبيد العبد أخليا الإسكلاف قلوا وينا وري فريضة رب العالمين في الناس صلاة الجمعة ما إنا يسيريس أخدم ذيهنا أخدم يسبحير ذيهنا الزويد كذا وكذا سيدي سايز مرادي يلي دين سلمة كنيز مرادي يلي على كل حال ذي الكافر والعبد النير أخليني الإسكلاف النير دين سلم إن يسقيني المحلي إن في الزنزرة إن يس كذا كذا فهو مملوك وري ملكان العمريس الوقت النير يثي ملكن المهنة النير يثي ملكن صاحب العمل النير يثي ملكن ف وري فريضة رب العالمين في الناس صلاة الحضور الصلاتين الجمعة ونزمر أن نسيشم الدواس كرا وين رايلين يتوا ملك الوقت أثاني خدم جلوزين لازم هذي يخدم أثاني خدم لا بوليسي لازم هذي يخدم أثاني خدم ضد الطبيب يكسر إطار أثاني خدم أنفيرمي يكسر إطار أثاني خدم بولونجيان لازم هذي يلدي لوان النية باش هدفنا العباد مثلا أو رمضان ويتقرر ماشي أمر ضروري ولكن المهم ولي ملكان العمريس وإنما ذي الأمة يتم لكن ذا ويني يسيف كان الخدمة يثي ملكن ذا الضرورة نلعيش يثي ملكن وري ملكا ريمانيس فإذا ويدان الدنيا وفريضان في الناس صلاة الجمعة فإذا أول رب العالمين عز وجل مدينا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وين العموم من الأمة ولكن لازم نتسي دي شي طحن المداومة قلوان اني صلاة الجمعة اريد جن الامور سهل انتي مدن وخش منار العباد قل حارج لازم هذا فن فارماسيان لازم هذا فن ثحانو السلديان لازم هذا فن ابولون جينيلديان لازم هذا فن وزري غارن كي اي حاجة وحواج انت يعني قلوان اني وهن قرار قل حارج ودنيني اثيان سبينس ذا الدين يعني أريد زارة الزنزط قل وقت النية إلى غير ذلك أعلم ده شو أرث الزنزط ده شو ذنوزو طارا أعلم باللي لن دي ترافو لن نوبل يعني الخذ ما غريلين نبيلة الخذ ميد تقديم المصلحة عامة تم قرانة المجتمع وزمير طارا تسجط وتفهمت الدين كذا كني يعني يراك قدي قدم قران ف وإذا كني لا نخدم نجي لوان النية يا واش راس حسن سد الذنوب يعني لا كان العباد توحرج كيني تغليد لا كارثيك ولا لا كارد اس الجمعة اثيك ولا ذي لا سبيطار اس الجمعة وزمير غرد فغاغ ما يلي جوز الدكر غيماني وضروح المسجد ما الطبيب هذا فرميلي انا غذوي إي واش انا سيرتي مانيك الحرج وكأنه أقليك الذنوب أقليك الحسنات أكثر ما إلا تحضرت صلاة الجمعة أكثر ما تحضرت صلاة الجمعة بل لو كانت حضرتي صلاة الجمعة تسويت الإثم أنه تخونت الخدماني تخونت طففت في المكيال والميزان تخرطت الزيس تخرطت الخدماني أكني تسخرا لعباد الميزان نغطت في المكيال والميزان
ثاني تيليد كان سلا بالونس كان الميزان ما يش دعمري ونسردين اش دعمر اكسوم من اش دعمر البطاطا أنا. لا 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 كذا وين يتشكرن قل حاجة يلومه وين يسمي طفيف في المكيال والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. صدق الله العظيم. قرأك النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. قلوان أني قوشي تقدمت مصلحة عامة قيمة زنوزوت داخل الفارماسيا، قيمة زنوزوت داخل لابولونجيري، قيمة زنوزوت داخل الإبيسيان ليون الإبيسيان مثلا. الدولة غتنظم شتني غاكني تخدم مثلا المداومة، يعني مثلا أنا تخدم المداومة لي فارماسيان، غتخدم المداومة لي زيبيسيان، غتخدم المداومة مثلا لي بولونجي، غتخدم يعني كل الحاجة أن إذا المصلحة مازالت تدور، المصلحة العامة مازالت تدور. لكن يخدم المداومه وين راه يعسن الامن بوليسيين يسداون لا سيركيلاسيون ماشي غير وان ني هذه تجدوني فتهم لدغني ها ادن دم مثلا وزرع كاين غروند فيلا كم كونستانتين كم وهرنا كم الجينا ولا غير وان ني وين راه يسدون يعني مثلا لا سيركيلاسيون اتهم نروح نيك للظل الجمعه لا نحن العباد تدون تقارن تسافرن تسعن المصالح تديبلاسين الجامع روايه تديبلاسين المصالح انسان الى غير ذلك. ف اتبلع اتبلع عن لي بومبا ايسونس هذه تمكن يعني انه هذا بالله عن تيكل لي بومبا ايسونس قلاوان النين الجمعه ونفهي ما راه الا قد دين النغ ما الا نفهمك ونفهي ما راه الدين النغ ونزرى كثير انت مورا لكن سوف غنديوت البدعه ومن بعد عاود انقلاب في الناس اسمي يبدل انت الاحوال السياسه عاود انقلاب في الناس انه حرمنا في التجار نسنق الصلوات الخمسه ذي الدين المحلات نسن مره هذه خدم البيع والشراء البيع والشراء سلي الاذان الطهور لازم هذه بالله عز دي على كي كذا هذه بالله باش هذا الزلن زعما العيب هذيك لا تروح يعني هذا الظل العصر كني المغرب كن العشاء كن الفجر كن تروح كن ذي السنين نو هني كني يران العباد يجيون الحرج ذا مقران وبعد اسمي بدل الاحوال السياسيه اكسنت سيتنا تزوارا يسحو السي التاجر اني لو كان هذه الزنز قلاوان اني نغوي النار يروح نذي غلاوان اني صلاة الظهر نغل العصر نغل المغرب نغل العشاء يسحو السي ماني ساثانق الحرج انت ماشي قل الحرج ابدا وري لا راك الحرج ايوا شو يعني راه تشد ضد تقدينك الى هذه الدرجه هلك المتنطعون ادي قرن النبي صلى الله عليه وسلم هلك خراوي النار يحاول هذه شدد قدينيس ادي وين النتيجه نديري يا اما هذه ستويغ نتا ثمغلين صغر الدين هذه ستويغ ثمغلين العباد غير الدين ادي خدم الصعوبه ديال حياتي هذه تفسد ربما الحياه العامه تروح تكن تروح المهم المضره ثلاث لا هلك ثلاث لا هلك المتنطعون ادي قرن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فاذا نيث مثلا ما نعديه نفهم الدين النغنى نطبق الدين النغ لازم دنيا خير الله التمثال الدين ينغذ الحياة السيرة الذكر رب العالمين السدوط ربي قلباليك والمصلحة العباد قلباليك المصلحة الأمة قلباليك المصلحة الشخصية نعم أتيلي قلباليك ذاغن تزورت الدين في المصالح الدنيا أنعم ولكن بلا ما إلا أن تضيعت المصالح المدن ف زري من لا كويزين اسمي راهي وانا داخل مام بلا لازم كل الحاجه سي على القدر يسك ما يزاد الملح التسويغ ما يزاد الكمون التسويغ ما يزاد ما يخص مثلا البصل لازم الحال وستبني نار ما الا وساعات ترى الطوماطيش كيف كيف ما يعني لازم كل الحاجه سي الميزانيس كل الحاجه سي الميزانيس وراه تطبيق الدين لازم هذه اللي نسل الميزان وربي يتوصي يعني في تمثالتين ان الميزان القسط والميزان كل الحاجه في كاس يعني اين تسيلي والمن. فاذا ما نروح نزال صلاه الجمعه ماشي المعنى ينس اتحبس الدنيا ماشي المعنى ينس اتحبس الدنيا وذي حسين
تيون مثلا لو كان هذه اللي توظف في الوقت اني سلخذ ما يقلن في الصالح العام مزون يعني يخدم الذنوب ضم قران لا بل سويت لاجر انفع الناس انفعهم للناس اقليك تقدم تضمن منفعه عامه النير اقليك سويت لاجر اكثر ما الا تروح صلاه للجمعه ولكن لما ذا غني اسمي ريون وري لا راجل المصالح العامه هي وري تتصال هذاك الخميس وري تسوري لا راجل روح هذه حوس وهذه صلاه الجمعه لا اضروحا غير الجمعه ولكن اسمي لا تغلب الدنيا تغلب الشعيره الدين زين اردي ادياس الدين ادياس عالم الدين ادير الامه غير الصواب زين فشو إن رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني لو كان أن نروح نلغي الشعائر باسم الدنيس باسم الاقتصاد باسم كذا باسم ذينا ذا يكس حبس الدين أكن نتدو مثلا هنا كما يلذ القصة ثبت أنه رئيس دولة ما ينسلمن 51 سنة سفيرنا والله ما زري غكيا كنت على كل حال يطلب ديك المفتي تمور ثنين غ العالم مقرن تمور ثنين ذاك الناس نيني العباد وتزم ثار رمضان خاطر رمضان يعني نسنقص الاقتصاد تمور العباد فشلان العباد كذا وهين وهين ومن بعد في كانس الكلمه العالميه ان يقرض رب العالمين سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن بعد يحبس ان صدق الله العظيم وكذب فلان يعني الزعيم السياسي انت مورثني ما يثبت على كل حال القصه فذين ردي تدخل الدين الدير مانيس أسين العباد داش يكون يوغنا كيا على جلنا الرزق اني يكون يضمن رب العالمين سبحانه وتعالى اتصبط الماطي الشاعر الدين لا وانما ماشي الدير مانيس باش غادي تصبط للدنيس والحاجه كل حاجه كون كانيس هذه وزني ونس الميزان ولذلك نادى رب العالمين فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل لله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وفطر الحادثة أنه تقيم المدينة المنورة زمن النبي صلى الله عليه وسلم أطاس وتنارة يعني القوافل التجارية ومن بعد العباد لن يشدها تصام قرانت خاطر ولاش ولاش التجارة وتشمار وثفي غارة يعني الاقتصاد المدينة قلوان يعني عسر شوية ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطب صلاة الجمعة القافلة ثوطت القافلة ثوطت ومن بعد مشي علمنا باللي القافلة ثوطت نهني غاد تبرح انا كامل لي كوميرسون ني امبولون مثوا لام زي هني غاد تدونا تعيطون تقربوا بنا تدمنا على ماسين كي الحاجه كي وزال كاس الزياس انا غاد خدمنا الزهور انا غاد خدمنا بنداير باللي غاد أنا يعدد التاجر لكن يخدم القوافل باش هذا يعلم من الغاشي كل اذكرنا اب الراح اذكرنا الله وكذا باش هذا يعلم العباده اساس وساد قافله تجاريه اكن سلان واذا كان لن الوحيد النبي واذا كان الصحابه رضوان الله عليهم لن الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم قال الجامع محسوب يفرغ الجامع كل الروايه قرض قيم من دنا قال 12 الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه غير كل فغد جن الرسول عليه الصلاه والسلام سفلا المنبر انا قر 12 ولذلك المذهب الامام مالك يقر صلاه الجمعه وسجوزار ما الا لن داو 12 مدن وانما تتوقبل اسمرايلين 12 تساونت يعني من بين الامور المذهب الامام مالك فافغن دوز لندي كل جان النبي يهضر في المنبر واذا راوا تجاره او لهوا انصرفوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ولم ذي المصيبة ثم قرانت النفغ ديكل جانيكل الشاعر النغن الجمعة ولكن ما إلا مصلحة من مصالح المؤمنين لازم تسيلي لوان النغن
ونقيم شعيرة الجمعة وذيلين الجوامع الحمد لله تشورن ونظر باللي الجوامع كل تشورن بل طلبنا أذرنونا أذبنون الجوامع أكثر وكبش لأنه الجوامع دقن سلمومنين دقن يعني تظلن عبد قبرة تظلن قبردان تظلن قلي طروطوار إلى آخره الشعيرة مقامة يوا شرط تقلق تقرويه يعني شيا خاطر ثلديت لا فارماسيناك ناس ثلديت لا بولونجريناك ناس ثلديت لي بيسين خاطر انا ناخذ المداوى ما ينكس الجمعه اتسيلي الكيتشي لازم تلديت ولازم لازم دونت المصالح ان الغاشيا لازم اذا فن الغاشيا سالت دغنا غرو من سالت دغنا على الماس ان كان الخضر عن سعر الدغن لازم دونت المصالح عن سعر الدغن الدواء عند السبيطاري اللي عند يعني اتسدو الدنيا فلازم هذه اللي ونشتا هي ايوا شو راسي ارتماني كي مرني قديق والله تعالى اعلى واعلم اغيب الصر رب العالمين سل عيوب النغادم ربي غير ذن الخير أجعل ربي سبحانه وتعالى قويذك إني غير تابعني بردانيين الخير ولكن سلفها ما يقول من سلفها ما يقول من إن شاء الله نفهم الدين النغ أكني وثان الحال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.